هل قرأت يوماً أو سمعت بيتاً أو قصيدة غزل لشعراء عرب؟ تغزلوا ليس في الحبيبة إنما في الإبل. إذا لم تكن قد اطلعت عليها فدعني أخبرك أن هناك مئات الأبيات الشعرية للتغزل بالإبل ومكانتها عند أبناء منطقة شبه الجزيرة العربية. الإبل كانت حاضرة في الحياة اليومية لسكان شبه الجزيرة العربية، تحمل أثقالهم، يأكلون لحومها، يشربون ألبانها، كما شكلت مصدر اعتزاز وافتخار لرعاتها ومظهرا للثراء على مر العصور التاريخية بالمنطقة. أما اليوم فهي تشكل موروثا ثقافيا ثمينا عند الخليجيين، وإحدى أبرز مقومات الحفاظ عليه حرص دول المنطقة على تطوير سباقات الهجن لتنطلق من الاحتفالات الشعبية والسباقات المحلية إلى العالمية ولتتحول إلى صناعة تدر ملايين الدولارات. دأبت على الصبر في صبر أغوار الصحراء حتى امتد الأثر من الآباء إلى الأبناء، كحال مبارك هذا الطفل الإماراتي الذي يجر خطام ناقته، مظهر يشير إلى استمرار الحفاظ على رحلة الهجن منذ عقود. طبعاً الهجن يا طويل العمر يتكون من فئات عمرية، وكل فئة لها تدريب خاص ولها نظام غذائي خاص يساعدها ويأهلها على خوض المنافسات. الحمد لله الجيل الحالي ما شاء الله يعني يتعلمون والرياضات هذه والموروث ومقبلين عليه، ومثل ما نحن حبينا من أبانا وأجدادنا اللي قبل، الجيل اللي بعدنا يتعلم منا ويتبع الخطوات هذه في محبة هذا الموروث. تراث تعود جذور العلاقة فيه بين أهل الإمارات والإبل إلى البدو والقبائل في الخليج والجزيرة العربية. هذه علاقة يعني من قديم الأزل ومتوارثة من الآباء والأجداد، وسبحان الله ربينا على حبها، وسبحان الله كانت هي سفن الصحراء ووسيلة النقل لأهل الإمارات ولأهل الخليج، كانوا يتنقلون عليها وكانت هي مصدر العيش وكانت هي سبحان الله اعتمادهم الكلي عليها. كما في تراث العرب تنافس الشعراء الخليجيون في وصف السبوق من الهجن، وفي حب الإبل ينظم القحطاني شعرا: يقول ناموس هذا الوطن عند العرب يوم عيد، ناموس هذا الوطن عند العرب يوم عيد، وزين النواميس لا من جات في حينها. مصطفى سكحال، الحرة، من مدينة العين الإماراتية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الإعلامي عبد الله حسن الجعيل، رئيس تحرير مجلة الهجن العربية. أيضا نرحب معنا من مسقط محلل سباقات الهجن من سلطنة عمان سعيد البرطماني، ومعنا من الرياض مشاري اليامي مالك هجن ومحلل رياضي في سباقات الهجن. أيضا أبدأ معك سيد عبد الله، تعددت أدوار الإبل في حياة العرب القدامى، لو تتحدث لنا عن أبرز هذه الأدوار. أولاً بشكر الحرة على هذا اللقاء وعلى هذا اللقاء الطيب كأول وسيلة إعلام عالمية تهتم بهذا المجال. أدوار الإبل أخت رغد، يعني كانت الإبل ملاصقة لحياة الإنسان العربي، ركوبته، رحوله، يتنتقل بها، يشرب من ألبانها، يأكل من لحومها، كانت رفيقة الحل والترحال، كانت في البداية جزء من يعني هي كل شيء، يعني هي يدفع المهر منها، هي رأس المال، هي الفرحة لما في الأعياد تقام سباقات الهجن، في زواج الأبناء تقام يعني سباقات الهجن. يعني مثل ما ذكرت الآن هي كانت كل شيء بالنسبة للعربي. لهذا أسألك سيد مشاري هنا، لماذا هذه العلاقة الوطيدة ما بين العرب والإبل دون غيرها من الحيوانات؟ بداية أمسي عليكم بالخير وعلى أخواني الإعلاميين وعلى المشاهدين الكرام، وشكرا على الاستضافة. طبعا كما هو معلوم لديكم ونحن أبناء الصحراء ارتبطنا ارتباط وثيق بالإبل. أجدادنا كانوا يستخدمون الإبل في الترحال، في العمل، في جميع الأمور. في اليوم نحن بعد ما تطورت الجزيرة العربية والعالم نرد لها بعضا من جمايلها اللي قدمت لنا في السابق ولأجدادنا. اليوم نهتم بعالم سباقات الهجن، والهجن مدعومة
على مستوى دول مجلس التعاون، سواء في المملكة العربية السعودية، من إقامة سباقات، من دعم مادي كبير جدا، كذلك في دولة الإمارات، في دولة قطر، في عمان، في الكويت. فاليوم ارتبطنا ارتباط وثيق بهذا العالم الساحر اللي هو نعتبره تراث لنا ولأبائنا ولأجدادنا، فمن حقها علينا الإبل اليوم نحن نهتم فيها ونقدم لها التقدير اللي تستحقه. سيد سعيد، الهجن في عمان تصنف من أجود الأنواع، لماذا؟ في البداية نشكركم على الاستضافة، وحييك وحيي أيضا متابعين قناة الحرة في هذه البرنامج المسائي، وأيضا تحية لأخواني المتواجدين مشاري اليامي عبد الله الجعيل. قبل الإجابة على السؤال، نتحدث عن رمزية الإبل بالنسبة لشبه الجزيرة العربية. نتحدث في المحور الأول عن الرمزية، رمزية الجمل العربي أو الإبل. أنت إذا اليوم في أي دولة من دول العالم، في الغرب، في أوروبا، تشاهد صورة الجمل على طول الصورة الذهنية تتحول إلى شبه الجزيرة العربية. فهنا نتحدث عن الرمزية التي ترمز لها الإبل بشكل عام. وإذا تحدثنا عن الإبل، سنجدها محور ارتكاز في حياة رجل شبه الجزيرة العربية على مر العصور. لو تحدثنا عن الحضارات التي قامت على ظهور الإبل، نجدها كثيرة، ومن أهمها أيضا حضارة سمهرم، وهو خط اللبان، نقل اللبان على ظهور الإبل من محافظة ظفار في جنوب السلطنة، من مدينة سمهرم إلى بلاد ما بين النهرين. فأقامت حضارات على ظهور الإبل، ويعرف خط اللبان بأن الإبل والهجنة العمانية هي محور الارتكاز والوسيلة الأساسية في العملية برمتها. هذا جانب الشواهد التاريخية. كل دول المنطقة، دول شبه الجزيرة العربية، لها مواقف مع الإبل، سواء في المملكة العربية السعودية، في دولة الإمارات، في دولة قطر، أيضا في دولة الكويت كنشاط متواجد. بالنسبة للسلالة العمانية، على ما أعتقد أن المراجع التاريخية وشعراء شبه الجزيرة العربية لا يخلو بيت من شعر شعراء شبه الجزيرة العربية ما يشير إلى السلالة العمانية واللجنة العمانية، وكل شاعر يتمناها، وكل أيضا مالك دائما نجد السلالة العمانية المطلب الأول لدى الناس في ذلك الوقت الحالي. نعم، أعود لك سيد عبد الله. وعندما نتحدث عن التواصل ما بين الإبل وملاكها، هناك لغة خاصة هي أحداء. نعم. الإبل هي مدرجة على لائحة اليونسكو كذلك للتراث الثقافي. هل دخلت التكنولوجيا هنا على هذه اللغة أو على طريقة التواصل؟ اللغة أو الكيمياء ما بين مالك الإبل أو مالك الهجن على وحدة على التخصيص، ومطيته أو ناقته أو ذلوله، يعني كل واحد، يعني كل ناقة بتعرف رعيها زي ما يقولوا. تمام. في لو احنا تكلمنا عن على مسابقات الإبل، عندنا مسابقة المزاينات وجمال الإبل، وعندنا مسابقات الركض أو مسابقات الهجن. مسابقات الهجن الآن في الماراثون بيكون في هجان راكب على الذلول، أو بيكون هجان راكب على المطية. لكن المسايرة الآن بالجهاز الآلي، فحطوا مع الجهاز الآلي سماعة، أنت بتكلمها، بتدربها وبتكلمها وقت أنت ودك تسرع في ليها كلام. الحداء يعني هذا تكلمنا على جزئية سباق الهجن. الحداء لغة معروفة ومدرجة زي ما تفضلتي حضرتك في 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 اليونسكو، ولغة خاصة بين المالك وإبله. تمام. زي ما أنا قلت ليكي، المزاين تختلف. هذه خاصة بمسابقات الجمال فقط؟ نعم. لا، مسابقات الجمال هو بيكلم مطيتها وبيكلم ناقته علشان ترفع راسي، عشان تبقى قدامي لجان التحكيم، تبقى ليها وضع غير 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 تغزل وضع. يعني فينا لا مش تغزل، هو بيطلب منها انها يعني تنشط، ترفع راسها، تمشي مشية دلال، لان الجمال محكمين. بالنسبه للهجن، الهجن سباق، يعني مطايا تتبارى. نعم. تمام. فالمطايا تتبارى، هو ودي
عنده يتكلم، يعني هو عنده خيارين، عنده خيار الصوت وعنده خيار الكرباج أو العصا. فهو قبل ما بيتعامل مع العصا بيتعامل مع صوت بالسماعة، بتكون في سماعة مثبتة على على ظهر المطية، وفي سماعة عنده جهاز إرسال واستقبال. فيعني ولو جينا حتى برا موضوع سباقات الهجن، اللغة والكيمياء الموجودة بين المالك وبين المطية، هي عارفة صوته وهي عارفة شكله وهي عارفة حسه وهي بجي تحلو عليه. في مقاطع الناقة بتحضن رعيها أو بتلف رقبتها على رعيها. هذه إذا تحدثنا عن العلاقة ما بين المالك ومطيته أو المالك وناقته. لكن الحداء موجود ولغة معروفة ولغة متعارف عليها. أذهب بهذا السؤال أيضا عن اللغة سيد مشاري. سيد مشاري، أنت مالك للهجن، ما هي أنواع الحداء في التواصل مع الإبل وأيضا الفرق بينها؟ طبعا لو تكلمنا على مستوى سباقات الهجن، طبعا المالك الهجن في عدة خطوات، اللي هي خطوات تدريبية من أجل تجهيزها للسباق. طبعا اليوم نشهد طفرة كبيرة جدا في عالم سباقات الهجن في المملكة العربية السعودية وفي الخليج بشكل عام. اليوم أصبح لدينا اتحاد دولي يهتم بهذه الرياضة، كذلك اتحاد عربي، كذلك اتحاد خليجي. فالهجن بشكل عام مدعومة دعم كبير جدا. أما بالنسبة لعملية التدريب، فمالك الهجن دائما هناك خطوات تدريبية قبل السباق. طبعا احنا في عالم سباق نسميها التفحيم، طبعا نركب الآلي والسماعة الصوت مثل ما تفضل أخونا عبد الله، فيعطيها أصوات معينة ثابتة في كل تفحيم وفي كل تدريب، علشان في السباق تكون الإبل طبعا كائن أو حيوان، أنا ما أحب أسميه حيوان، أسميه كائن ذكي جدا ويفهم وحتى يعرف ريحة رعيه يعني، ويعرف صوته ويعرف شكله. فبيننا وبينها تواصل جميل جدا، والإبل كائنات ذكية جدا، فلما تعطيها صوت معين أثناء السباق تستجيب لك، بالرغم من في أصوات أخرى أثناء السباق، لأن الشوط يضم ما يقارب من 50 إلى 60 ذلول، لكن صوت راعيها أو مدربها تميزه الذلول، فلما ينده عليها بصوت معين هو متفق معها عليه من خلال السماعة تستجيب له وتندفع اندفاعة قوية. الأمتار الأخيرة أو في الأمتار الأخيرة إذا حصل تنافس بين شخصين، طبعا نستخدم آلية الضرب، طبعا ضرب عادي مو بضرب قوي، من أجل إعطائها دفعة أو اندفاعة سريعة من أجل تحقيق الشوط أو تحقيق الناموس. فيه خلينا نقول فيه تقارب بين ركض الخيل وركض الإبل أو الهجن. الفرق الوحيد أن هذا آلي وزنه خفيف ما يقارب 2 كيلو، بينما الراكب البشري في الخيل يمكن ما يتجاوز وزنه 50 كيلو إلى 45 كيلو. على بعد التواصل هناك تشابه يعني في طريقة التواصل ما بين الخيل والإبل وملاكها. نعم. إلى السيد سعيد أيضا، ما هو الفرق ما بين الهجن الكريمة والعادية، وأيضا ما هو دور كل منهما؟ بالنسبة للهجن وأنواعها، مثل فدائما الإبل غالية عند ملاكها، ولا يجب على أي واحد يتحدث بأن هذه كذا أو هذا، ولكن هجن السباق أيضا تتميز من ناحية السلالة ومن ناحية أيضا المستوى الذي تديه في الميدان. أما الإبل عندك سلمت الله المجاهيم، لها أيضا شان ومكانه ولها معزة خاصة ولها تاريخ مع ملاكها. عندك أيضا الهجن العمانية، أيضا تعتبر من الهجن المشهورة والمعروفة على مستوى السباق والجمال، وأيضا الحس المعرفي ما بينه وما بين المالك. أيضا توجد في شمال المملكة الحراير، أيضا متواجدة أيضا من إبل شبه الجزيرة العربية المعروفة والعريقة، وأيضا هجن الشرارات، وعندك أيضا الصيعريات. فكل مثل ما يقول المثل، كل حلال غالي مع أصحابه. ففي وقتنا الحالي الميدان هو اللي يصنف الهجن في مستويات السباق، والمزاينة أيضا تصنف مستوى الجمال، فيصير التصنيف ميداني والحلال غالي معها بطبيعة الحال. انت حتى لو تحب اليوم الناقة عادية، هذا مع صاحبها لها شان كبير وغالية،
ومنوره في جدانه، وهذا يعني يجب ان يحط له نوع من الاعتبار. انتقل السيد مشاري. سيد مشاري، كيف تطورت اذا رياضه سباق الهجن تاريخيا من حيز السباقات في الاحتفالات الشعبيه الضيقه للمشاركه في بطولات عالميه؟ صحيح اخت رغد، بدايه الهجن كانت في المناسبات، في الازواج، في الافراح، في الاعياد. بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية بدأ الاهتمام من عهد الملك خالد طيب الله ثراه ورحمه الله في الثمانينات. بعد الثمانينات استكملت الحكاية عن طريق الشيخ زايد رحمه الله وطيب الله ثراه. بدأت الرحلة من دولة الإمارات صراحة كقوة تنافس وكتجهيز وكجوائز. سنة 2018 تقريبا بدأت المملكة العربية السعودية بالاهتمام بشكل أكبر بهذه الرياضة بوضع الاتحاد السعودي للهجن عدة مسابقات وعدة جوائز، وعلى رأس القائمة اللي هو كأس العلا، الجائزة الأضخم على مستوى المنطقة. اليوم نشهد في المملكة العربية السعودية طفرة كبيرة جدا في هذا العالم. نبدأ من ميدان الطائف أو مصيف الطائف بمهرجان سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أطل الله في عمره بجوائز تتعدى 50 مليون، كذلك جائزة المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز في ميدان الصياهد بجوائز تتعدى 100 مليون، كذلك مهرجان مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الجنادرية جوائز تتعدى فوق 70 مليون. فاليوم نحصل في المملكة العربية السعودية على دعم كبير، ولا ننسى من العنصر النسائي أيضا لهم نصيب في هذه الرياضة في المملكة العربية السعودية. نعم، وأيضا وضعت من الاتحاد بشكل السعودي بشكل كبير جدا. نعم، الآن وأصبحت حتى المشاركة فيها واسعة أيضا. شكرا جزيلا. نعم، نعم، لك كنت معنا من الرياض مشاري اليامي، شكرا لك. مالك شكرا هجن لك، ومحلل رياضي في سباقات الهجن، شكرا جزيلا لك. العفو العفو. باقي ضيوفنا تفضلوا بالبقاء معنا في هذه الحلقة، أما بعد الفاصل سباقات الهجن من رياضة شعبية محلية إلى مضامير عالمية. سباق الهجن والذي يعود تاريخه إلى قرون في الخليج لا يزال يحتفظ بأهميته الثقافية والاجتماعية الكبيرة رغم التطور الذي تشهده المنطقة. في جولة هنا بمنطقة الساد مترامية الأطراف في واحة العين بأبوظبي، نجد جابر الأحبابي شاب إماراتي يقضي ساعات طوال مع الهجن التي يمتلكها لتضميرها وتدريبها. حاليا مثل ما تشوف أستاذ مصطفى راجع من التدريب، التدريب على مراحل، فيه مراحل الصباح، الفترة الصباحية، وفيه الفترة المسائية. من ضمن التدريبات في سباقات الهجن انشغال جابر بتفاصيل الإبل ورعايتها وفر له خبرة كبيرة في المجال، إلى أن بات يحرص بنفسه على الاعتناء بها، فهي بالنسبة له مربحة تعطي من أعطاها ومن عرف أسرارها. كوني مالك هجن وصاحب مختبر بيطري أقدم رعايتها بنفسي. في السابق إذا بنتكلم عن الجوائز القيمة والعينية كانت بسيطة ورمزية، حاليا ما شاء الله توصل إلى قيمة عالية جدا سواء في الجوائز أو في قيمة الإبل. وإذ أصبحت الهجن مصدر دخل لكثير من الشباب هنا، يسهر هذا المختبر على تقديم الخدمات العلاجية لملاك الإبل الآخرين في المنطقة. لسباقات الهجن مواسمها وجوائزها نقدية وعينية، اهتمام يجسده تعدد برامج ومراكز لصحة وعلاج الإبل. مصطفى سكحال، الحرة، من مدينة العين، الإمارات. ولإثراء الحوار في هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض المتحدث الرسمي باسم سباق كأس العلا للهجن والمختص في التراث الثقافي سيد مرضي الخمعلي. أهلا بك معنا سيد مرضي. لماذا تزايد الاهتمام العالمي اليوم بسباقات الهجن؟ أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بك. ما تقوم به الحكومة السعودية رعاها الله من دعم لهذا الموروث أو للتراث الثقافي بشكل عام بالمملكة العربية السعودية، الذي تعتبر الهجن واحدة من ركائزه، هذه هي الخطوة الأولى إلى وصول هذه الرياضة
والاهتمام المتزايد بها من دول ربما لا تعتبر الهجن واحدة من عناصرها الثقافية أو الرياضية. فالهجن اليوم تحظى بدعم كبير من القيادة رعاها الله، وهي ذات تاريخ عريق ممتد ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام حتى اليوم، ولها دور كبير في نشر الإسلام وفي تأسيس الدولة السعودية وفي توحيدها. فلذلك هذا الاهتمام هو اهتمام تقود الحكومة السعودية الله حفظه الله وأدامها لتطوير هذه الرياضة والتعريف بها كجزء من الإرث الثقافي الأصيل للمملكة العربية السعودية. نعم، طيب أذهب للسيد سعيد أيضا. سيد سعيد، كيف تطورت رياضة سباق الهجن تاريخيا من السباقات الشعبية فلنقل للعالمية أيضا؟ بالفعل في البداية أرحب بالأستاذ مرضي الخام علي في هذا البرنامج، وأيضا على في هذا البث عبر قناة الحرة. بالنسبة لسباقات الهجن والتسلسل التطور في رياضة سباقات الهجن، بطبيعة الحال مثل ما ذكرت سابقا بأن تعتبر الرياضة الشعبية الأولى في المنطقة. لو تحدثون عن الشعوب، لكل الشعوب العالم لهم رياضة شعبية خاصة، في أسبانيا لهم رياضة خاصة، في أستراليا لهم رياضة خاصة، أيضا في شبه الجزيرة العربية توجد لدينا أيضا رياضة سباقات الهجن، تعتبر الرياضة الشعبية الأولى. بداية الرياضة هذه تأسست مع رجل شبه الجزيرة العربية، ولكن يختلف الآلية والسباق. كان السباق بداية بالعرضة، وبعد ذلك بدأ بالماراثون الطويل باستخدام الراكب الآلي، الراكب البشري. الراكب الآلي يعني من عام 2006 بدأ استخدام الراكب الآلي في المنطقة، وتطورت آلية سباقات الهجن. في سلطنة عمان من بداية النهضة التي أرسل دعائمها المفروض الله تعالى قيادة السلطان قابوس طيب الله ثراه، وكمل المسير من بعد بنهضة متجددة مولاي قيادة السلطان هيثم بن طارق، استمر هذا النهج في دعم رياضة سباقات الهجن وتطويرها من الإطارات التقليدية إلى أصبحت اليوم إلى العالمية اليوم. نعم، لكن في جزئية الأخ الكريم، لحظات أعرج على جزئية معينة، بأن رياضة سباقات الهجن في دول المنطقة وأيضا النشاط لسباقات الهجن في دولة الإمارات ودولة قطر وصل قطع شوط كبير من ناحية أعداء الدعم والمهرجانات، وايضا الصبغه التنافسيه الفنيه بالنسبه لسباقات الهجن سواء على مستوى المؤسسات. نعم. اللي تملكها اصحاب السمو الشيوخ او الملاك. نعم، هناك دائما تطور اكيد في هذه السباقات. طيب اذهب للسيد. نعم. نعم. مرضي ايضا هنا، ما هو الفرق ما بين السباقات المحليه والسباقات العالميه؟ دعيني اقول اهلا باخي سعيد وفرصه سعيده. طبعا السباقات المحليه على مستوى دول الخليج توجد ميادين في معظم المناطق ومعظم المحافظات وحتى المدن الصغيرة. فمسمى الرياضة السباقات الشعبية ربما تكون يعني ليست واضحة للجمهور، ولكن هو سباق واحد ومنظم، لا فرق بينه وبين السباق الدولي إلا في نقطة واحدة، وما هو إلا في سباق إما تشارك فيه دول يكون مخصص. عدا ذلك فجميع السباقات التي تقام في المناطق وفي الميادين هي سباقات تعتبر بمثابة الدولية وإن كانت محلية، لوجود ملاك دوليون، لوجود ملاك أيضا من خارج المملكة، سواء كانوا من دول الخليج أو لدينا مشاركين من إسبانيا، لدينا مشاركين من الولايات المتحدة الأمريكية ومن السويد أيضا. فوجود اسم دولي من دولة صديقة أو جارة أو حتى من مختلف مناطق العالم يعطيها الصبغة السباق الدولي، وهذا جزء من التطوير التي شهدت هذه الرياضة والتي وصلت أوجها وذروتها في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين والدعم الكبير الذي يقود سمو سيدي ولي العهد من خلال رؤية الوطن 2030. نعم، أعود لك سيد عبد الله. سيد عبد الله، كيف يتم تدريب الهجن وللاستعداد يعني لهذه المسابقات أو السباقات الكبرى فلنقل؟ أول شيء في 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 تكوين الهجن هناك مالك وهناك مضمر وهناك مساعد للمضمر. يعني هذه منظومة متكاملة، منظومة يعني
من بداية من 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 بداية السباقات من أول شهر 9 لين شهر 5 مثلا، بتكلم مثلا على مستوى دولة الإمارات. هناك استعدادات، هناك مقيض، هناك مدرب. يا أما المالك كان مالك وفي نفس الوقت مدرب، يا أما كان المالك مالك وعنده مضمر وعنده مساعد مضمر وعنده عمال وعنده يعني بتلاقي الدورة بتعج بالحلال اللي بيتدرب. تمام. فأنت عندك عندك التدريب وعندك جزئيات العلاجات وعندك جزئيات الطعام، وكل مضمر له أسرار في تدريب. لكن جاهزية اللياقة البدنية وجاهزية جاهزية المطايا لخوض السباقات، فكل يصرحوا الصبح ويرجعوا بحلالهم. فكل دورة بتستعد، يعني هذه المطية متدربة لشوط سيارة، هذا متدربة لشوط رمز، هذا متدربة لأنها تشارك في سباق العلا، هذا تشارك في قطر، يعني فهمتني كيف؟ فكل مدرب بيحدد المستهدف من 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 سباقات اللي حيخوضها، حتخوضها المطية اللي هو يملكها أو اللي هو مسؤول عن تنميها. هي منظومة كاملة. نعم. كما أشرت الآن. أعود لي سيد مرضي هنا. سيد مرضي، لماذا تم اختيار عام 2024 عام الإبل في السعودية؟ بطبيعة الحال هذا جزء من الاعتراف بأن الإبل جزء مهم من الأصول الثقافية على أرض المملكة العربية السعودية، ولها دور بارز. دعينا نأخذ هذه الإجابة من منظور تاريخي إذا ما تطرقنا إليها، من بدءا من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة على ناقته، بعد أن تم بناء مسجد قباء سار بناقته إلى يثرب قبل أن تصبح المدينة. فعندما استقبله أهلها، أهل المدينة، وهم يغنون بمقدمه بطلع البدر علينا وفرحين بهذا القدوم، وأي كرامة ستحل بأحد من دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يكون ضيفا عليه، ولكنه دعاهم بأن دعوا يتخطفون خطام ناقته، فقال دعوها إنها مأمورة، فسارت حتى بركت في مكان فأزيلت ما فيه، اشتراها الرسول صلى الله عليه وسلم وأزيلت ما فيه من زوائد أو من أشياء تمنع البناء، فبني المسجد النبوي الشريف الذي يعتبر هو الوحد الوجهات أو من المساجد التي تشد إليها الرحال. فهذا جزء عظيم من التاريخ الإسلامي الذي بدأ من الإبل، إضافة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة وسم إبل الصدقة، إضافة إلى أن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف. امتدادا إلى ذلك، لنتجاوز ما مارست في الدول الخلافة الإسلامية حتى وصلت إلى عهد المؤسس للدولة السعودية قبل 300 سنة على الإبل، وصولا إلى الموحد هذا الوطن الملك عبد العزيز رحمه الله، وهو الذي سار بناقته من الكويت حتى وصل إلى الرياض، وهو الذي تغنى بها وأنشد فيها الأشعار ولها مسميات خاصة، وهناك من الهجن أيضا لها مهام خاصة ومسميات، مثلا مصيحة وهي ناقة خاصة للند لإرسال الرسائل السريعة. هذا تعريج بسيط فقط على التاريخ. فاهتمام الحكومة السعودية بتسمية عام الإبل بهذا العام هو اعتراف بالدور التاريخي لها، هو اعتراف بأنها جزء من الهوية التراثية، هو جزء اعتراف بأنها مشاركة لابن الجزيرة منذ أن استأنست، منذ أن امتطاها الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن أسس عليها الدولة السعودية قبل 300 سنة، إلى أن وحد عليها الملك عبد العزيز، إلى الوصول الاهتمام، وهذا تتويج لهذا الجهد الكبير الذي يقدم في دعم هذه الرياضة بشتى أنواع، سواء ما يتعلق في مزاين الإبل أو ما يتعلق في سباقات الهجن. نعم. أعود لك سيد عبد الله. سيد عبد الله، هل الهجن المعدة للسباقات لديها مواصفات خاصة بها؟ نعم، السؤال جيد. الإبل المعدة لسباقات الهجن طبعا هي نوعين، يعني من يا إما منتجة إنتاج
ودولة الإمارات ودول مجلس التعاون جزاهم الله خير حطوا أشواط لهذه الفئة، يعني فئة الإنتاج، يعني هو يعني منتجة عند المالك، عنده منتجة. والمشترى، المشترى طبعا تشترى على سبق، يعني مواصفاتها يعني غير مواصفات الجمال، مواصفات الهجن، الهجن ضامرة، الهجن ليها نظرة بيحددها المضمر أو المالك اللي راح يضمها لعزبته، تمام؟ بتكون كل يعني كل نوع من الهجن، يعني الهجن العمانية والهجن الأصايل زي ما نسميها ليها مواصفات، الهجن الحرائر ليها مواصفات، الهجن المهجنة اللي هي من أصيلة مع سوداني أو كذا، تمام؟ ف مواصفات الهجن المضمرين من أول ما يشوف المطية بيقول هذه مطية حتسبق عندي، ولو منتج عنده وأنتج مثلا 20 مطية ما بيمشي للعشرين مطية كلهم في السباق، بياخذ منهم بينتقي منهم 5 اللي بيشوفهم عبر التجارب وعبر المفحام اللي هو تكلموا عنه أخوان الزملاء اللي هو التدريب. يعني هو درب خلاص جابت توقيت معين خلاص هذه 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 ذخرها لشوط سياره او لشوط نقدي او لشوط رمز او لكذا، تمام؟ سواء كانت انتاج او مشتراه على سبق، تمام؟ نعم. طيب نذهب الى سيد سعيد ايضا. هنا سيد سعيد، ما هي ابرز الجوانب الثقافيه اللي لا تزال سباقات الهجن محافظه عليها حتى اليوم؟ بالفعل بالنسبة للهجن موروث حضاري ثقافي لدول المنطقة، فالملتقيات في المهرجانات التي تقام في دول المنطقة أيضا تشهد إقبال، والكثير من الفعاليات تقام على هامش هذه المهرجانات من مسابقات، من مناشط ثقافية، فيعتبر كرنفال ثقافي رياضي بمكان الكلمة في من معنى. أما في جزئية أختي الكريمة تحدث عنها الأستاذ مرضي الخمعلي قبل قليل، وأيضا من ضمن سلسلة أيضا نشاط الهجن في المنطقة، استبشروا خيرا ملاك الهجن والمضمرين في دول مجلس التعاون بعودة كأس الخليج للهجن التي تم إعلانها مؤخرا في مهرجان الوثب الأخير، وعودة الاتحاد الخليجي برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، والذي أيضا سيحدد تاريخ البطولة في العام الموسم القادم. بطولة مجلس التعاون من البطولات العريقة والتي أيضا لها طعم خاص وجوانب تنافسية خاصة، لأنها تستخدم فيها الفرق التي تمثل الدول مجلس التعاون مثل الفريق السعودي، الفريق العماني، الفريق الإماراتي، والفريق القطري الكويتي البحريني، فهذه أيضا لها أيضا كثير من المفاهيم وتنترج تحت بند الأمانة العامة لدول مجلس التعاون. نعم، شكرا جزيلا لك محلل سباقات الهجن سعيد البرطماني، كنت معنا من عمان، تفضل بالبقاء معنا أيضا. باقي ضيوفنا بعد الفاصل، سباق الهجن من نشاط ترفيهي إلى صناعة تدر الملايين. سباقات الهجن تحولت من لعبة شعبية إلى صناعة تدر أموالا طائلة دون أن تفقد زخمها الشعبي، حيث تم الاستثمار في مضامير سباقات الهجن بالخليج وتحديدا قطر والإمارات. وسائل التواصل الاجتماعي تعكس هذا الزخم على اختلاف الآراء. حساب خالد عبر عن رأيه وقال: في العلاقة الوطيدة بين العرب والإبل، وكتب هنا على منصة إكس: العلاقة بين الإبل وعرب هذه الأرض علاقة أبدية لا يعرفها الكثير، فعليها اخترعوا الحداء والمجس، ومن خطواتها اخترعوا عروض الشعر، وعلى ظهورها أوصلوا الإسلام. بدوره أشاد عبد الرحمن بتمسك السعوديين بهذا الموروث على الرغم من تطورها، حيث قال: السعودية بلد متطور تكنولوجيا بكل المجالات، ولكن يبقى سباق الإبل موروثا رياضيا نفخر به مثل سباق الخيول عند الدول الأخرى. من عمان قال حساب: طموح وأمل، تعتبر الإبل موروثا عمانيا أصيلا وموردا اقتصاديا
قويا للسلطنة، وأظهرت الإبل العمانية كفاءتها على المستوى الإقليمي لدول المنطقة في مختلف المجالات كسباقات الهجن ومنافسات إبل المزينة. إلى حساب وفاء، فاستنكر الاهتمام الشديد بالإبل، حيث قالت وفاء هنا: من كثر ما الوضع متردي ومزري بالبلد، والحكومة وصلتنا كمواطنين إنه نناشدها ونطالبها إنه تعطينا حقوق كما تعطي الهجن من مميزات ورعاية للأسف. وبدوره انتقد حساب سعود مشاركة السيدات في السباق قائلا: سباق هجن للسيدات لم يصل للنهاية سوى تنتين، خلن الهجن لأهله. وينضم إلينا في هذه الفقرة من الدوحة الخبير في قطاع سباقات الهجن حمد بن جرحب. أهلا بك سيد حمد. سيد حمد، ما رأيك في هذه المنشورات اللي استمعنا إليها الآن؟ أهلا وسهلا بك أستاذ رغد، أتشرف في دعوتكم الكريمة وظهوري على تلفزيون الحرة عبر برنامج حديث الخليج. والله اللي شفناه في الآراء هذا شيء صحي وإيجابي في نفس الوقت لهذه الرياضة. من المستحيل تلقون الناس كلهم يجمعون على شيء معين أو ينتقدون شيء، ولكن هذه يدل على شيء، يدل على نجاح هذه الرياضة، ويدل على حتى الآراء إذا كانت هناك آراء سلبية فهذه تساهم في معالجة هذا الجانب التراثي الرياضي المعشوق عند الجماهير، ملايين من الجمهور لهذه الظروف. نعم، دعني أنتقل إليك سيد عبد الله بهذه المنشورات التي قرأناها الآن. ويعني هناك أو شاهدنا حتى علاقة أبناء المنطقة بالإبل وتطور سباقات الهجن بشكل عام، هل ترى بأنها تعكس علاقة الشارع الخليجي بالإبل اليوم وبسباقات الهجن؟ نعم أستاذ رغد، ما قرأناه فعلا يؤكد على ما تقوم به الحكومات والمسؤولين من اهتمام بهذه الرياضة ومتابعة، سواء بالإيجاب، وأكثر ما قرأنا كان بالإيجاب، أو بشيء من الانتقاد، ان الشارع متواجد، ان منصات التواصل الاجتماعي عليها زخم لهذه الرياضة. ومثل ما تفضل اخونا حمد بن جرحب المري ويرحب به معنا، والاخ مرضي الخمعلي، فعلا هذه صحية لهذه الرياضة، وهذا يعني يدل على شيء، انما يدل على تفاعل الشارع، تفاعل من يجلس خلف جواله أو خلف الحاسوب بهذا الزخام، بهذا الجرعة الإعلامية، بهذا الاهتمام اللي بيقوموا به المسؤولين، سواء كذا بإيجابا أو كان مع أو ضد. يعني حتى الشارع هناك متابعة على هذه متابعة ودراية بأن هذه السباقات وكيف وصلت لمرحلة وكيف من إلى، يعني فمتابع ومتابعين ما شاء الله عليهم. صحيح. أذهب إلى السيد مرضي الآن. سيد مرضي، ما رأيك في آخر منشور الآن؟ هو منشور ينتقد ربما مشاركة النساء في سباق العلا تحديدا، ما رأيك؟ حياكم الله مجددا، وارحب بأخي الأستاذ حمد بن جرحب. دعيني أوضح نقطة مهمة. أولا، النقد أيا كان يعتبر إيجابي إذا كان هدفه صالح عام، ولكن عندما يكون النقد لتعليق سلبي فقط فهنا يحدث شيء يعني من غير المصداقية. أعلن الاتحاد السعودي من خلال حسابه الرسمي بأن وصلت إلى خط النهاية جميع الهجنات المشاركات عدا ثلاث هجنات، وهذه وفي رياضة سباقات الهجن وفي الخيل السقوط وارد وأمر يعني مسلم به سواء للرجال وللنساء. هذا جانب آخر، ومن خل من فيما يقول أن دعي الرياضة مثلا الهجن لأهلها بمكان أن نطلقها على كرة القدم، على كرة الطائرة، على الملاكمة، المصارعة أيضا التي تعتبر رياضة وتشارك فيها المرأة وتخرج وهي في وضع صحي خطير. ولكن جميع الهجنات اللواتي سقطنا خلال المشاركة تلقن العلاج بنفس المكان وذهبنا سالمات الحمد لله. فهذا النقد اللي كتب في تويتر، أول أنها كتابة غير صحيحة على الإطلاق،
وأنا كنت حاضر في أرض الموقع. نعم. وصلت جميع الهجنات، ولكن الفارق في السباقات الهجن دائما المسافات تعطي المشاهد الذي ينقل جزء معين أو يقتص فقرة معينة لهدف شخصي مثل هذا الكلام، ولكن من حضر الميدان من في أرض الميدان شاهد وصول جميع الهجنات واللواتي سقطنا، تلقنا العلاج وذهبنا سالمات. أذهب إلى سيد حمد هنا ونذهب إلى قطر، هل يعد مربح استثمار قطر ودول أخرى مبالغ كبرى لإنشاء مضامير بمواصفات عالمية لإقامة سباقات الهجن؟ نعم، هناك حركة اقتصادية كبيرة في عالم سباقات الهجن، فيها استفادة كبيرة من ملاك الهجن، انعكست بالإيجابي على حياتهم الاجتماعية فيما يخص تعليم الأولاد، التطوير المستمر للمشارك في عالم سباقات الهجن. لما نتكلم عن الجانب الاستثماري فهناك رجال أعمال خليجيين يعني لهم باع طويل في مجال الاقتصاد والتجارة، شفنا دخول منهم في هذا المجال، شفنا دعم منهم لمشاركتهم في هذا المجال، وهناك نجاح كبير، وأكبر دليل نجاحهم استمراريتهم. شوف يعني في بعضهم الحين تقريبا 15 سنة في هذا المجال مستمر، ما زال هناك استمرارية في هذا المجال، دليل أن هناك حركة استثمارية مفيدة بالنسبة لهم كرجال أعمال، بالإضافة إلى المنتسبي هذه الرياضة. طيب منتسبي هذه الرياضة يعني توارثوها أبا عن جد لحين وصولها إلى عالمها الذهبي في هذه السنوات، في الدعم المستمر من الحكومات شفنا هناك دول، يعني إحنا لو بنتكلم عن الدول العربية فهذا تعتبر الإبل والهجن بشكل خاص تعتبر من الهوية العربية، ولكن هناك دول متقدمة متوجهة لهذا المجال في وضع ميادين دعم هذا الرياضة، تعزيز موجودها في بلدانهم لأنها بالنسبة لهم شيء جديد، وهذا إحنا يعني جربناه في دولة قطر أو شفناه في الواقع. في دولة قطر لما نظمت دولة قطر كأس العالم 2022 شفنا إقبال كبير من الوافدين على دولة قطر على ميادين سباقات الهجن للتعرف على هذا الكائن، التعرف على هذه الرياضة. هناك يعني شفنا قنوات عدة جات، ويعني كان بالنسبة لهم محتوى جديد وشيء بالنسبة لمشاهدينهم لأول مرة يشوفونه، ودول الخليج تدعم هذا الجانب الرياضي. شفنا تطور في دول الخليج في عدة دول الخليج، وهناك إن شاء الله مراحل مقبلين عليها إن شاء الله سيكون هناك. أنتقل السيد مرضي. سيد مرضي، لا يمكن الحديث عن سباقات الهجن دون تطرق لسباق العلا، السباق العالمي أيضا بجوائز كبرى. الآن كم بلغت جوائز المسابقة حتى الآن؟ كما هو معلوم هذه النسخة الثانية من سباق العلا وتجاوزت 80 مليون، ولكن سباق العلا سباق نوعي من حيث الهجنة التي تشارك، فهو ليس سباق مفتوح للمشاركة للجميع سواء مواطنين أو من دول الشقيقة أو الأصدقاء. تمر هذه الهجن بمرحلة التأهيل من خلال المهرجانات التي يقيمها الاتحاد السعودي للهجن في أشواط الرموز تحديدا أيضا، وهذا للبحث عن النوعية ورفع كفاءة ومستوى السباق. يتم تأهيل الهجن من خلال المراكز الخمسة الأولى في أشواط الرموز على المهرجانات التي تقام في المملكة العربية السعودية، تقريبا 6 مهرجانات. كذلك هم من يحصل، توجد أيضا منافسة تسمى سيف النقاط لأكثر شخص يحصل على مراكز وفوز ويفوز بسيف النقاط يحصل على 5 بطاقات تأهيل بإمكانه اختيار هجن والمشاركة بها. هذا أدى إلى رفع المستوى الكبير للهجن التي تشارك على أرض العلا، إضافة إلى وجود سباقات الهجن بالعلا، والميدان الذي يحتضن هذه السباقات ليس بعيدا من ممر طرق القوافل التجارية وطرق الحج، فالارتباط الوثيق بين المكان وبين هذه الرياضة ارتباط تاريخي ما قبل الإسلام وما بعده. نعم.
أعود لك سيد عبد الله. سيد عبد الله، هل الاستثمار في مراكز التدريب هنا هل يعد جزءا من خطط تطوير هذه الرياضة؟ الاستثمار في الهجن استثمار جيد من ناحية إقامة المعامل، المختبرات. إحنا شاهدنا في دولة الإمارات سواء في إمارة أبوظبي أو في إمارة دبي وجود مختبرات متقدمة، جمل الأنابيب، التلقيح بين يعني التلقيح الصناعي للنوق، هذه فيها يعني فيها حدث ولا حرج. المؤسسات الكبرى زي هجن الرئاسة، هجن العاصفة، هجن الشحنية، كلها عندها مختبرات وعندها أبحاث وعندها طرق وعندها علاجات وعندها يعني أزيدكم الشعر بيت إن هجن الرئاسة تدعم حتى على مستوى الدول العربية، يعني حتى على مستوى الأردن الشقيق، مصر، المغرب، موريتانيا، السودان. إذن إحنا بنتكلم عن الاستثمار في الداخل والاستثمار بالدعم، لأن يعني إحنا نذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حضر سباق في جمهورية مصر العربية مع يعني تمام. هذا الدعم أو هذا الاستثمار أو هذا خلق نوعيات جديدة من 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 عبر يعني الفحول الهجن، عبر سلالات معينة الهجن، تمام. هذا الاستثمار فيه قوي جدا. طيب انتقل للسيد حمد. ايضا سيد حمد، كيف تحولت هذه الرياضة من لعبة شعبية الى صناعة اليوم تدر ملايين الدولارات؟ الرياضة هذه مثل ما ذكرنا قبل شوي، الحركة الاقتصادية هي اللي أو الإقبال الكبير من الجماهير ومن المستثمرين ومن المشاركين في هذه الرياضة هي اللي ساهمت بجزء كبير في الحركة الاقتصادية اللي نشوفها مثل ما تفضلتي تدر الملايين من خلال الصفقات اللي أو الحركة الاقتصادية اللي نشوفها، تداول الهجن ما بين ملاك الهجن، بالإضافة إلى الجوائز القيمة التي تقدم لها من عبر الاتحادات واللجان القائمة على هذه النوع من الرياضة. ولكن ما زالت هذه الرياضة محافظة على الجانب التراثي في لها من خلال عدة جوانب، من ناحية الجانب التراثي الوطني والاعتزاز بالهوية من خلال التواصل المستمر ما بين ملاك الهجن. تلقون نلقى ملاك الهجن في تواصل مستمر فيما بينهم طوال السنة كاملة. سيد مرضي، كيف تساهم سباقات الهجن في تطوير السياحة والثقافية أيضا منها بالخصوص في دول المنطقة؟ بطبيعة الحال رياضة سباقات الهجن رياضة تراثية، رياضة ثقافية، وجزء مهم من السياحة الثقافية، سواء استخدمت بشكل مباشر في المهرجانات التي تقام أو تنظم سياحيا لركوب الهجن داخل مثلا المواقع المهيئة للسياحة، ولكن من جانب آخر كاقتصاد مباشر من خلال البيع والشراء أو حتى في مجال الطب البيطري. أيضا هناك اقتصاد كبير جدا وهو تدعم السياحة الثقافية كجزء من التنمية للمناطق، وهذا حدث شاهدناه بطبيعة الحال على عين المكان في مهرجان سمو سيدي ولي العهد العام الماضي 2023 في محافظة الطائف، عندما تحولت المحافظة إلى أو موقع المهرجان في العرفة إلى مدينة متكاملة لم تشهدها من قبل، مما ودعمت تأهيل هذا المهرجان لأن يفوز بجائزة مكة للتميز الاقتصادي، وهذا مؤشر كبير على أن دور الهجن في مجال السياحة الثقافية لاعب كبير جدا واقتصادي، والسياحة هي الاقتصاد، يعني لا فرق بين السياحة والاقتصاد ربما إلا في المسمى، وأن السياحة يكون فيها جانب من المتعة. أيضا دخول الهجن المشاركة المسجلة في مهرجان سمو سيدي ولي العهد 2023 إلى موسوعة جينيس أعطاها بعد إعلامي واهتمام كبير من الدول الذين لا يعرفون عن الهجن سوى أنها جمل مخلوق بهذا الشكل. إضافة إلى
كجانب اقتصادي مساهم، النقل الذي نقل الهجن من داخل المناطق، الذي يعمل على هذه السيارات النقل مواطنون، فهذه فرصة أيضا اقتصادية. وإذا أخذنا جانب السفر أنه جزء من السياحة فهذا جزء من السياحة. نعم، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكل ضيوفنا في هذه الحلقة من الرياض. كنت معنا المتحدث الرسمي باسم سباق كأس العلا للهجن والمختص في التراث الثقافي السيد مرضي الخمعلي، وشكر كذلك للخبير في قطاع سباقات الهجن حمد بن جرحب من الدوحة، كنت معنا. وأشكر أيضا في الاستوديو معنا الإعلامي عبد الله حسن الجعيلي رئيس تحرير مجلة الهجن العربية، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول كذلك لكم مشاهدينا، وإلى اللقاء.